بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي أنا من 1976 أنا ساكن هنايا، قول لي 45 أو 46 سنة وأنا ساكن في هذه الحالة هذه. كنطلبو المسؤولين الله يجازيهم بخير يشوفو لنا هذا الحل ديال هذه السكنة هذه. إحنا مكرفسين في الشتا، راه الماء هكا تعبينا في الشمس، راه حنا مكروبين. كنطلبو المسؤولين يشوفو لنا هذا الحل، كنطلب مساعدة العميل ومسؤول الجماعة القيادة شوفنا الحل ديال هاد السكنة هادي. الله يرحم الوالدين الله يجازيهم بخير، وكنطلب من سيدنا الله ينصرو الله يشافيه يشوفنا الحل ديال هاد السكنة هادي. راه حنا في قلب مكناس وحنا راه في البرارك، هادشي اللي ما غادي نقول له. والسلام عليكم. وعليكم. كيفاش القضية ديال داك الكراج باش كتجي السكنة ديالك لهنايا؟ كيفاش هذاك اخويا؟ مؤخرا عاد جبنا هاد السيد هذا الدار هذا بنيها هو 92، انا من 76 انا ساكن هنا وعاد بنا 92. بس هدرت معاه قلت له اخويا حبس هادشي اش كدير هادشي؟ قال لي انت المهم ما يهضر معاك حتى واحد، راك بلا الدولة وانا الطريق ديالك غادي نعطيها لك. وفعلا عطاني الطريق ديالي وبنى على الحيط كيما شفتو نتوما، راه باني الحيط. ودابا مؤخرا وقع عليا الدعاوي، دعوة على دعوة، بغا باش يعني نتزير انايا باش انا نخويلو قلت بغا يديها هو، ما عرف شنو بغا يدير فيها. شحال من عام وانت هنايا؟ 46 سنة انا هنايا. شحال عندك الوليدات؟ الوليدات عندي 3 الوليدات. الولد الكبير عنده 38 سنة وخلق هنايا، والديا ماتو هنا، الوالد في 1979 والوالدة في 84. ودابا هاد السيد هذا راه تترمى عليا. دابا شافنا هنا معرس ويدي مسلة ومرا مريضة، الولد هو اللي خدام علينا. دابا ولا كيتبعو حتى الخدمة ديالو كيسبو، فاش كيجي من الخدمة حتى كيعيط ليا نتعرضونا في الباب. قلت باغي زعما باش الولد ينفعل ولا شي حاجة، باش هو زعما اللي خدام علينا يشكي يطيح له تما يقول له راه ضربني ولا شي حاجة. دابا ولينا حنايا مادين كل حاجة وطرق. مؤخرا كاع عافين بدا تكملها، بدا كيمول اللي عطينا الدون ساكن الله يجازيهم بخير والماء، بدا كيشكي ليهم يدير ليهم دعاوى يقول لهم قطعوا عليه الماء، واش انا كندعى معاه انتوما كتعطوه الماء. وكيفاش كتقول لنا بإلا الولاد الأب ديالك الله يرحمه هو اللي جابك لهنايا؟ هو اللي جابنا لهنايا في 76. أنا وواحد أخويا كان مازال صغير الله يرحمه مات، وهو راه مات في 1979 وولد في 84، وأنا متزوج هنا في 1981. ومن ديك الساعة وأنا ساكن هنا. وجات 92 قالك راه العرسة ديالي هادي، أنا درتها البلان غنبني في الطرف ديالها. سميت هاد البلاصة هادي؟ هادي حي درب المامون، حي الشاوية، حي السلطان سيدي محمد بن عبد الله رقم 22. وهاد النمرة اللي داير هو في الدار ديالو هي اللي كانت غير عرسة، كلها غير زروبة غير قزير. كانت في النمره ديال هاد العرس هادي ديال هاد السكنه ديالي انا. فين كتسكن انت؟ هي ديك النمره. النمره ديالك؟ ايه عليها ركب هو النمره ديال الدار ديالو. التغيبه ديال القزير انا كانوا غير زروبه. المركز بغيت توصل الميساج ديالك؟ ايوا كان المسؤولين سعادة العامل سعادة سميتو الجماعه سيدنا الله ينصرو الله يخليه لينا الله يشافيه. كنت يشوف لنا الحل مع ديال هاد السكنة هادي. دابا ما عندكم لا مالادو؟ لا دابا قطع علينا الموضوع، شكا بهاد الناس هادو راه قايبين دعوة. واش هو اللي قطع عليكم الموضوع ولا؟ هو دابا كيهددهم، كيقول لهم إلا عطيتوه الموضوع راه غادي ندعيكم. كيهدد الناس اللي عاطينكم الموضوع؟ الجيران. الجيران نعم. ومساكن ما هما خافوا، قال لك أنا غادي تدخلوا حنا في مشاكل. دابا أنتم كتشوفوا غير البوطة والشمال. هاد الشيء بلا الله خصو ينس الهواء ديال اللي سميتو ما لقى كيدير يقطعها علينا. السلام عليكم. انا الابن تاع السيد هذا اللي تشكى لكم دابا. لا اله الا الله خوتي المغاربه، راه حنا تنعيشوا واحد الحياه نكده اكثر من نكده، بحيث راه لا ما لا ضو. هاد السيد هذا راه تيتحرض بينا
مشيتي عندي حتى للخدمة تيتحرك بيا تيبدا يسكني في الخدمة و تنسمح فيهم شي بحالي، راه كاينين الناس شايفين هادشي في السويقة فين تخدم في السيجون، ولا تنناشدو الجماعة و سعادة العامل أنهم يشوفوا لنا الحل في مدينة مكناس، راه حشومة هادشي في قاع مدينة مكناس بلاصة راقية ماشي حتى فشي قنت اللي هو نقولو حنا مجموعين فيه بزاف الناس ولا مضرورين بزاف عباد الله وما هدروش هدر معايا حنا، بالعكس حنا مضرورين حنايا. تناشدو سيدنا الله ينصرو، شوفنا البرنامج ديال المدن بدون صفيح اللي بدينا غير تنسمعوه، ما تنسمعوه غير بالتلفازة، أما التطبيق ما كاينش، لا إله إلا الله. Thank you.